مرحبا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، احنا وياكم حلقه جديده من برنامج الكاشف، راح نقدم لكم اياها من مقر اللواء الرابع وشعبه استخبارات ومدير شعبه الاستخبارات في اللواء الرابع، تابعونا. مشاهدينا الكرام مثل ما قلنا لكم تابعونا، رجعنا من بعد المتابعة، راح ندخل المدير شعبة استخبارات اللواء الرابع حتى نعرف تفاصيل القضية وتفاصيل العصابة التي تم إلقاء القبض عليها من خلال أفراد استخبارات اللي تابعة لهذه الشعبة في اللواء الرابع، وكل فرد نوجه له تحية من أفراد الشرطة الاتحادية أبويا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، اليوم كانت لنا زيارة المقر أو شعبة استخبارات اللواء الرابع، راح نلتقي بمدير شعبة استخبارات اللواء الرابع، مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا. اليوم شلون قدرتوا تستدلون على المعلومة الاستخباراتية في القضاء على أكثر عصابات الخطف والإرهاب وكثير من الأمور اللي تتعلق بالشارع العراقي؟ أشكرك صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية خلال الآونة الأخيرة يعني حدثت عمليات خطف مساومة ذوي المخطوفين من قبل مجاميع تشتغل بهذا المجال في مجال الجريمة المنظمة. صار العمل بالآونة الأخيرة على من ضمن السياق الخلية الاستخبارية المشكلة في مقر اللواء الرابع، من ضمن الخلايا الاستخبارية المشكلة بمقرات الألوية، حيث كانت يصير الاتصال بمعظم الوكالات الاستخبارية الموجودة من ضمن القواطع. بخلية استخبارية موحدة من خلال جمع المعلومات ومقاطعة المعلومات بالاشتراك مع مصادر المعلومات الموجودين من ضمن قواطع المسؤولية، بالإضافة إلى تعاون الأهالي أو تعاون ذوي المخطوفين في هذا المجال. وتعاون ذوي المخطوفين بهذا المجال لهم الدرجة الأولى بهذا الخصوص من خلال إلقاء القبض على المتهمين أو الاستدلال بالاشتباه بأشخاص معينين أو باقي التفاصيل. اليوم المعلومة الاستخباراتية لها دور كلش فعال وكلش كبير في القضاء على أو إلقاء القبض على المتهمين أو المشكوك بأمرهم. اليوم شلون قدرتوا تزرعون مصادركم من خلال عملكم؟ زرع المصادر من خلال القواطع تعتمد على العلاقة الشخصية ما بين ضباط الاستخبارات أو حتى ننزل إلى مستوى آمري السرايا بإدخالهم في ضمن يعني المجال المدني لقواطع المسؤولية، من خلال عمل ضباط الاستخبارات، من خلال المفارز المدنية اللي تنزل إلى الشارع، خلق العلاقات الودية، خلق العلاقات مع المدني، خلق العلاقات مع المواطنين. هذه اللي تخلي الثقة ما بين رجل الأمن مع المواطن الموجود في الشارع العراقي. هذه الخاصية بالذات هي اللي تخلي القوة الأمنية توصل إلى الغاية اللي تريد توصلها بأبسط الأمور، من خلال جمع المعلومات الدقيقة، من خلال مقاطعتها مع باقي الأشخاص، من خلال المصادر ومقاطعتها بمعلومات المصادر اللي هم مسجلين عند شعب الاستخبارات الموجودة من ضمن القواطع. فللمدني هو الخاصية الأساسية بعملية جمع المعلومات. اليوم بعد هذا التتبع وإنجازاتكم الكبيرة اليوم اللي حققها جهازكم اللي تابع لمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية وخصوصا جنابك وشعبة الاستخبارات في اللواء الرابع، اليوم يمكن قلت أعداد الجريمة المنظمة اللي تسمى الخطف والسرقة والسطو المسلح بفضلكم، إيش قد انخفضت هاي النسبة؟ انخفضت دون الوسط. خلال هذه الفترة أو خلال الفترة السابقة يعني تم تسجيل حالات خطف يعني بالقواطع فشيء كبير يعني. تم العمل من ضمن توجيهات قيادة عمليات بغداد، من ضمن التوجيه المباشر من السيد مدير استخبارات الشرطة الاتحادية مدير قسم الاستخبارات الفرقة الأولى بتكثيف العمل على عصابات الجريمة المنظمة. تم تكثيف العمل من ضمن، نرجع إلى
القضية الأولى وهي الخلية الاستخبارية المشكلة بمقر اللواء. الخلية الاستخبارية المشكلة في مقر اللواء الرابع تتكون من جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مديرية استخبارات بغداد، منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية بإشراف رئيس الخلية الاستخبارية اللي هو سيد آمر اللواء الرابع، من خلال عقد المؤتمرات، من خلال عقد الاجتماعات، من خلال مقاطعة المعلومات ومقاطعة كافة التفاصيل اللي موجودة من ضمن القواطع. مقاطعة المعلومة من حيث المعلومة اللي 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 توصل إلى الجهة المعنية بمقاطعتها بالجهة الأخرى. من خلال هذه الاجتماعات تم التوصل إلى معظم الأسماء، تم التوصل إلى معظم المشتبه بهم قيد المتابعة. اليوم من توصلتوا إلى شخص متهم مشكوك بأمره، راح تكونون مثلا خطة عمل وفريق عمل لإنجاز هذه المهمة؟ بالتأكيد فريق عمل. فريق عمل، لأنه أكثرية الأعمال اللي نقوم بها وحتى برفع التقارير من خلال الخلية الاستخبارية، الخلية الاستخبارية اللي قبل قليل أنا وضحت لك إياها بكل تفاصيلها، يتشكل فريق عمل كامل من كل الجهات الاستخبارية بإسناد من الشرطة الاتحادية اللواء الرابع بتنفيذ الواجبات. إذا كان عندكم اليوم هدف سين من الناس، تختارون راح يكون إلى وقت محدد للمداهمة إذا كان في مكان معين أو شارع عام، يعني ليل نهار صبح، لو ملزمين بأوقات محددة؟ لا، ما ملزمين بأوقات محددة. هذا الطابع يعتمد على نوع الهدف. نوع الهدف، إذا كان الهدف ثابت، إذا كان الهدف متحرك، إذا كان الهدف مراقب، إذا كان الهدف عندنا متابعات عليه من خلال مصادرنا، من خلال مفارزنا المدنية من ضمن القواطع. هذه هي الفقرات هي اللي تشكل الخطة اللي احنا لازم نشتغل عليها. اليوم حسب الهدف يعني. شنو الحصيلة اللي حصلتوا عليها من خلال عملكم من بإلقاء القبض على العصابات الموجودة ضمن القاطع؟ تم إلقاء القبض على مجموعة من العصابات سابقة وحالية، من خلال العصابات السابقة اللي تمت إحالتها إلى باقي شعب الاستخبارات أو باقي الهيئات التحقيقية. وكانت عصابات قوية، يعني انخفض يعني من الضربة الأولى انخفض بها المستوى إلى دون الوسط. حاليا أكو متابعة جديدة عندنا، أكو يعني متابعات جديدة جاي نشتغل عليها من ضمن اعترافات المتهمين، من ضمن إصدار أوامر القبض. والعمل جاري عليها حاليا. العصابة الأخيرة اللي تم إلقاء القبض عليها وصدقت أقوالها قضائيا متكونة من كم فرد؟ حاليا الملقى القبض عليهم 4، المتهمين الهاربين 3. وبالنسبة للمتهمين الهاربين أكو تدقيق على معلوماتهم وتدقيق على محل سكنهم. للعلم بأنهم متاركين محل السكن حاليا ومتجهين إلى جهة مجهولة. بالنسبة للمتهمين الهاربين تم إصدار أوامر قبض بحقهم، يعني وفق المواد القانونية اللي تخص هذه العمليات. حاليا مصادر المعلومات يتابعون تحركات المشتبه بهم أو هم المتهمين الهاربين خلال هذا اليومين إن شاء الله، أو خلال هذا الأسبوع بإذن الله. يعني إحنا مكملين هذه المجموعة إن شاء الله اللي هي تتكون من 7 أفراد. إيش قد سجلت أعداد بالعمليات اللي قامت بها العملية؟ كم عمليات خطف؟ هذه المجموعة 4 عمليات. 2 من عندها أطفال و2 من عندها لا شباب بالغين، يعني من ضمنهم 2 أطفال هم تقريبا يبلغون من العمر 5 سنوات. وشخص آخر طالب جامعي والشخص الآخر كاسب. مواليد 92، مواليد 89، هذول أطفال مواليد أعمارهم 5 سنوات. نقدر نروح أنا وجنابك نستجوبهم من خلال التحقيق؟ حاضر. ممنون من جنابك. أبقوا يا مشاهدينا الكرام، راح نروح احنا وياكم تحقيق مع المتهم. مشاهدينا الكرام، احنا وياكم مع المتهم الاول. تفضل سيدي. اسم رباعي اللقب؟ سيف علي عبد السعد الجابري. تولد؟ 85. العمل؟ كاسب. عنوان؟ ابو تشير. وين ابو تشير بالضبط؟ بشارع الضرب. اقرب نقطة له؟ حسينة كاظمي. اسم والدك؟ زهرة خلف. سيف، احكي لي على عملية خطف المجنى عليه ضرغام اللي خطفتوه تاريخ 12/1/2015. احكي لي اياها بالتفصيل، منين بدت، منين المعلومه،
من يا منطقة سكن هذا الشخص؟ وين اتجهتوا به؟ بتفاصيل كاملة. نعم سيد. نعم. خلال خابرنا حسن الموعد كان مدينة الصدر. شو كنت خابرك؟ خابرني يعني قبلها بيوم. قبلها بيوم. طيب. خابرني قال باكر الصبح تجيني بمدينة الصدر قطاع 10 قريب على مكتب السيد. عشر العام صعدنا بالسفادور توجهنا على يعني كان اكو موعد مسبق لقبل العملية. يعني اكو سيدي. ترتيب لقبل العملية. نعم سيدي خابرنا عليه وقال لي تجينا. انا عندي معلومة او من ضمن الاسماء من ضمن الاشخاص اللي ملقى القبض عليهم هو شخص احمد. نعم سيدي. كان وياك بنفس البيت. نعم سيدي. احمد مين اتصل بيه؟ انا اتصلت بيه. انت اتصلت بيه. نعم سيدي. يعني حسن اتصل بيك؟ نعم سيدي. خبر قال لك تخبر فلان؟ خبر صاحبك. نعم. تتوجهون لمن اليوم منطقة؟ مدينة الصدر. مدينة الصدر. بأي ساعة رادك؟ الصبح الساعة 7 تقريبا هيك طلعنا. طلعنا افترينا على القناة بالبداية. أولا وين صار الموعد مالكم مدينة الصدر بالضبط؟ بالتحديد. قطاع 10. قطاع 10. نعم سيدي 10 نعم. العام. قريب على مكتب السيد. نعم. اختاريته يعني هذا المكان حتى تنزلون يعني. نعم سيدي. لا قليل ندل هناك فهذا المكان يعني نعم. واضح من 55 كنقطة دالة يعني نعم حتى توصلون للمكان اللقاء اللي بيناه. نعم سيدي. كمل. طلعنا اخترينا بالسلفادور قاعد هو محمد حسن قاعد يسوق ومحمد قاعد بصفه. طلعنا المنطقة اسمها البنوك. نعم. هاي منطقة البنوك. طبينا اخترينا بيها الفرة الأولى تقريبا الثانية سيدي شافه شاف درغام الجامعة مال محمد ما تنزل بالصدر الجامعة ما تنزل نزلت الجامعة قال لي نزل اطلب هويته نزلت الجامعة طلبت هويته قلت له هويتك شلون طلبت هويته صفتك شنو؟ سيد الدولة لابسين ملابس دولة ها؟ ايه متنكرين يعني زي القوات يعني الأمنية يعني الإيهام هذا الشخص نعم. بأنه أنتم قوة عسكرية تابعة إلى جهة أمنية من نعم ضمن القاعدة نعم سيد العجلة سلفادور عسكرية السلفادور السلفادور عسكري نعم زي مالكم شنو كان؟ سيد هذا المرقط الأخضر نتيجة عدم إدراكك لهاي الأمور نعم سيد ونتيجة إغرائك بكثير من الأمور المادية والتفاصيل الأخرى أريدك توجه رسالة نبدي بيها لأبوك شو تقول له؟ شو قلت له؟ بس يعذرون أبوك مشيت بلا عقل تبعت هذا الشخص بلا عقل الرجال هم يقول أنا والله خلفت ابني حتى تعب علي وكبر ويعيني من أكبر بالضبط بس من مشيت بلا عقل أمك شو تقول له؟ حسن ويعذرون له ويكون أطلع بمعتها بعدام على مود ما حد يشوفنا بعد بالشارع لأن زوجتك شو تقول لي؟ تخزيت تفككت أسرع وهذا مو طريقة هو هذا الورطة قلت لك بيه تقول هسه أنت هسه بمكان مثل شمل عائلتك وبيتك وأهلك وناسك هسه أنت فككت شمل كل عائلتك بالضبط أبوك ما يقدر بعد إذا أنت مثلا ابنك كبير وأتمنى الموت بحل الثاني والله يصحوله أبو فلان اللي هو مثلا أبو سيف عطيه الرجال مو ذنبه ما مقترف ذنب ما يقدر يمكن يواجه الناس امك كذلك اذا عندها طلعه ويا جيران صديقه تدي واجب السوق شيء هم منعتها من هذا الموضوع جهالك نفس الحاله زوجتك احتمال اخذوها نسابتك مو بالمقابل بنتك هي من تكبر وتمر ما شاء الله البنيه يقولون بسرعه تكبر من يقولها والله ابوك كان مجرم كان يخطب بالناس يعني هم هنا خلي الذنب لاولادك وزوجتك والامك والابوك ايش تنصح الشباب اللي يمشون على نفس الخط اللي انت تمشي عليه شو تقول لهم شو انصح بس يشتغلون بعقل وما يمشون راي واحد يا اللي قال لهم تعينوا يرضون ورا يا اللي قال لهم هاي الشغله زينه يرضون ورا مثل ما جاء صار هسه مجتمعنا ندمان هسه انت؟ نعم سيدي لان مشيت في حياه مو صحيحه ولو بقى على الشغل القديم هو احسن لا تعيين ولا مشاهدينا الكرام ابقوا ويانا راح ننتقل للمتهم الاخر
ويانا بالتحقيق المتهم الثاني. تفضل سلام. الاسم الكامل احمد عبد الكريم ابو السالم. لقب طارق. تولد كاظميه. مواليد 90. اسم الام نعيمه حسن سلمان. العمل صبار. عنوان 850 الدار 6. 850 يعني منطقه الدوره ابو تشير. ابو نعم محل 850. نعم سيد احمد. قبل قليل صار كلام ويا المتهم الاول اللي هو سيف اللي وياك من نفس المجموعه. شرح لنا شلون صارت عمليه اختطاف المجنعه علي برغام، تفاصيلها احداثها، وين هذا الشخص بقيتم مسيطرين عليه، من يا منطقه، شلون صارت عمليه المساومه بكل تفاصيلها. شرح لي التفاصيل اللي صارت بيها قضيه اختطاف برغام، شلون صار الترتيب؟ صار سيدي بالتفصيل. سيدي الساعة بالعشرة بالليل خابرني سيف، قال لي باكر من الصبح كون انت متواجد يمي. قلت له وين؟ قال لي بالمدينة قطاع 10. نعم. ثاني يوم الصبح اجر التاكسي للمدينة قطاع 10، رجعت خابرت، وصلت القطاع 10 خابرته، قلت له وينكم انتوا؟ قال احنا سيف موجودين. سيف قال لك تعالي الى مدينة الصدر، بناء على شنو؟ يعني الامر من عنده لو منين الامر كان؟ لان اي اكيد الامر من يمه، لان انا ما عندي علاقه ويا اي واحد. هو دق لي تليفون قال لي احمد تعال، قلت له جاي يعني لان ثق بي حسب الميانه انا وياه، وثق بي لان صاحبي، قلت اروح له. رحت له خابرته قلت له وين انت؟ قال تعال تعال بعد جاي احنا جايين نشوفه. قلت له شنو السياره الصاعد بيها؟ قال السلفودور الصاعدين بيها احنا ذيك هي. قلت له شفتها جايه ثاني وقريب السلفودور عليه، بس انا ما ادري السلفودور. رحت له لقيت مسوي عسكري، قال لي اصعد اصعد. صعدت بالسياره السلفودور. انت شنو لابس؟ زي مدني، بس من صعدت بالسياره لبسوني زي عسكري. قلت له هذا القمصله كبيره، قال لي البس ولو بس البطرون. لبست البطرون، كملت الطاني الشفقة عسكرية لونها عسكري. يعني استخدمت عجلة نوع سلفادور. نعم. عسكرية. نعم. بارتداء الزي العسكري. نعم. واتجهت لمكان ال... نعم سيدي. ليا منطقة اتجهت بالضبط؟ ظل يفتر بينا حسن بالسياسة السلفادور، احنا اربعة بيها، ظل يفتر بينا بعدين اتجه المنطقة اسمها الحيؤور. يعني البنوك. البنوك. هو لا ادري بيها حيور، لان الولد من ظليت يمه قاعد قال لي احنا بحيور، لان عرفته حيور بعد. ظل يم المنطقه يفتر، شاف هذا الولد هاي الحكي الصبح، طلب جنسيته قرا اللقب، قرا الجنسيه مالته حسن، قال له اصعد. هذه بيه الساعه تقريبا؟ تقريبا صارت هاي هي وال 11 ونص، ما تتعدى هاي الوقت. كل ما اريد منك توجهها لاهلك وناسك اصدقائك جيرانك، شو تقول لهم؟ اقول لحد لا يمشي بهذا الطريق، ولا يضرك زي العسكري، ولا يعني بكلهن ما عنده شغله، حتى لو ما عنده شغله يقعد بالبيت ويسكت، ولا يمشي بهذا الطريق. احسن مو؟ مو بس احسن، الله مطيل صحة والعافية واشتمل هو كل اشكال والله العظيم، لان هون ما ادري المقدم شنو اللي عندك ناظر. والله هو نظر قبل فترة او قبل قليل قال انه اكو، احنا كانوا هم مستخدمين مسدس تركي. نعم. المسدس التركي طبعا هذا مسدس حقيقي. نعم. مو صوتي يعني، احتمال يعني المشاهد من يقول مسدس تركي احتمال يعني تصور بانه لعبه او دميه. نعم. او نعم. لا مسدس حقيقي عيار 9 او حتى يعني الاطلاقات مالته شد، اللي يعني احنا نسميها نعم. شد، بس مسدس حقيقي تم ضبطه من قبل القوه اللي نفذت الواجب. نعم. تم ضبطه بمحضر ضبط اصولي وربط مع الاوراق التحقيقيه. هذه فقره. الفقره الثانيه بانه احمد
قبل قليل ايش قلت؟ قلت بانه غرني الجي العسكري او غرني الكذا. والله انا عبالي جاي امشي بالاتجاه الصحيح. اولا انت ما مخول بانه تلبس الجي العسكري. الجي العسكري هو لرجل الدوله، لرجل الامن. بحجة نعم. هو سيدي اولا احنا ما علينا انا هسه من اريد احكي وياك احكي وياك بمعاني هوايه بتفاصيل هوايه اوصلك الى فد مرحله يعني اسويك انت فد شيء قائد بس انت لا شيء انت لا شيء انا اعرف مكانك شنو انا الناحيه الدراسيه مالتي هاي ادخل دوره ادخل كذا ادخل كذا هذه الناس الموجوده ما لبس الزي الا هو داخل دوره سواء كانت بشكل الشرطه او الجيش العراقي او انت من لبست الزي العسكري انت خطا ومخالف للقانون لانه انت ما عندك الصفه القانونيه اللي هي تلبسك الزي العسكري فهذه هي بدايه الخطا هذه هي بدايه الخطا يمكن مو بس هنا قطع كلامك غير مو بس هنا الخطا الخطا بانه من شاف نفسه بانه حرس على ضحيه وعلى مختطف المفروض اني افكر بانه انا شنو وجودي هنا هل انا تابع الى جهه امنيه الجهه الامنيه ما تصرف هذا التصرف اكو اماكن خاصه اكو مراكز اكو دوائر اكو جهات امنيه رسميه انا ما اخلي بيت عشوائي سيد هو الحيطة انا افكر انا افكر بهذا هو هذا اساس الفتنة والله الامر هذا اساس الفتنة وهاي الحاكية ما تلبس سيارة افتح طريق وش اسمه انا قلت هذا واصل وبعد مشاهدينا الكرام انتظرونا راح ننتقل للمتهم مشاهدينا الكرام ويانا المتهم الثالث راح نتعرف عليه من خلال تحية سيادة المقدم اسم الرباعي واللقب محمد السعدون حسن سلمان السوداني تولد 1978 اسم الأم غالية حميدة عودة العمل موظف موظف وين هي وزارة التربية موظف وزارة التربية نعم. هي دائرة بالضبط يعني الرصافة الثالثة يعني تربية الرصافة الثالثة نعم عنوان مدينة الصدر قطاع 13 قطاع 13 محمد سعدون حسن سلمان السودان محمد انت تنتمي الى عصابة مختصة بالجريمة المنظمة خطف ومساومة ذوي المخطوفين واخلاء سبيلهم مقابل مبالغ مالية بديت تعمل بهذا المجال منذ فترة منذ اشهر يعني منين تتكون مجموعة اللي نفذت هذه العمليات من مسؤول المجموعة حسن شلون تكونت؟ اجتمع بينا حسن اني وعباس هذا اخوه وحسن اجتمع بينا وها ورشا والطفل مصطفى من رشا؟ تصير زوجته زوجة حسن زوجة حسن كريم مصطفى يصير ابن مرته هو مو يعني ابن الدح ابن رشا ابن رشا نعم اي فطلع هذا الموضوع وين صار اجتماعكم؟ هو احنا بالسيارة مفترية سيارة حسن شنو نوع السيارة؟ عنده مايسوبيشي هاي العالية باجيرو يا لون رصاصي باجيرو رصاصي سلفور ريش رصاصي نعم اي سي فطلع الموضوع موافقنا عليه اول ما صار بدينا هو توجهنا على البلديات صار مقتدى قدامنا زين قبل لا تتوجهون للبلديات نعم سيدي شلون تعرفتوا على مقتدى يعني شنو شفتوا مثلا اهله ميسورين حال لا سيدي هيك مو ما نعرف فيه على التعيين اي هيك يعني ما نعرف اهله ولا زين ما تعرفوهم اغنياء فقراء ما اي ما اعرف زين ليش اختياركم بهاي المنطقه بالذات ما عرفوه حسن قال بهاي المنطقه شلون اخذت الطفل قلت لك سيدي فؤاد حسن اشر علي نعم سيدي أيه؟ هو ما اشر علي طبقنا طبعا هم خلينا فتحت الباب سيدي وخلينا من بعد هاي العمليات اللي قمت بيها محمد نعم سيدي اربع عمليات نعم سيدي خطف لناس الرياض مواطنين عراقيين اللي هم
ابناء بلدنا الحبيب ابناء عراقنا. ما تعرف فلان من اي طائفه من اي شيء، ما عندك مشكله بهذا الموضوع. المهم لا على التعيين، الطفل ولا كبير بالعمر ولا طالب. تدري بالرقم طالب جامعي؟ نعم سيد. تدري زين مقتدى ومحمد كرار اطفال. نعم. خلينا نعكس الموقف عليك، ويروح واحد من اطفالك وينخطف، شنو ردة فعلك؟ واحد يخابرك بالتليفون يقول لك ابنك عدني وريد هالقد مبلغ، يلا نطلق صراحة. زين خلينا نعوف هذا الباب. الباب الثاني، انت متزوج وعندك اولاد وعندك بنات، زوجتك، جهالك، اهلك، ناسك، اقاربك، كلها الان تشاهدك من خلال شاشة التلفاز. رفع راسك حاكين ليش دنقت حتى يشوفوك، بانه انت رفعت راسهم لو شنو لو سويت. ابنك من راح ينسأل او بنتك من راح تنسأل من واحد يسألها يقول ابوك وين، شو تقول له؟ شو تجاوب؟ زوجتك، اخوك، اختك، يعني سويت اشياء ما فكرت فيها، ما كانت يمكن بالحسبان، كانت مغريات الدنيا ما اخذتك. طاف 30 ورقه على عمليه من العمليات قلت يجوز يعني بعد استفاد بيها. بالمقابل انت موظف وما محتاج مادي، مو صح؟ والله سيدي دور ابني. انت اليوم ندمان؟ والله ندمان سيدي. زين شو تحب بتوجه رساله والمن؟ سيدي اوجه رساله لكل الشباب. ايه كل الشباب عراق غلطون غلطة، انا غلطت حي. زين نصام هذا الطريق مو صحيح. شنو مصيره ونهايته؟ ولا هلاك اللي ما بتصير السجن. فانصح الشباب العراقيين لا يغرم الشيطان ولا يشوف هالدرب هذا كله. شنو فرقك عن هسه اللي يم اولاده ويم عائلته يقعد وياهم ياكل وياهم يشرب وياهم يحتاجون منه شيء بابا يوصوه، بابا جيب لنا فلان شيء وياه فلان حاجه، شنو فرقك عنه؟ تحس بقلبك هاي الحكايه مو؟ مو؟ مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا هذا مصير كل متهم ومجرم ومخالف للقانون. وقويانا راح ننتقل للمتهم الأخير بأفراد هاي المصير. وصلنا لكم أحبتي المشاهدين للمتهم اللي هو رئيس العصابة. تفضل سيادة المقدم. اسمه الرباعي واللقب. حسن كريم سلمان السلام الخماسي. تولد 1978. اسم الأم؟ لميعة كريم. العمل؟ كاسب. عنوان؟ بغداد مدينة الصدر. شيلنا حسن عن العملية الثانية. العملية الثانية سيدي هي مال محمد كرار. زين سيد هم نفس المجموعة ثار محمد وهاني وحس وعباس العفو وهم مصطفى ومصطفى. زين هم صاعدين بالبي ام، ما نصاعد بلاند جروز مونيكي. من البلبي ام ومنو البلاند جروز؟ محمد وثار عباس بالبي ام. زين وهاني ومصطفى ومصطفى بلاند جروز. زين كم فطلعنا سيد اخذنا لنا فرة ورجعنا بمدخل المدينة هاي مال الجراج الحي لمانه، افترينا على حيلة مانا طبب هما طبيت وراها ماني. نهاية المنطقة قلت لهم انا بعد ما راح ارجع بهالفرع راح ارجع بهالفرع. سيدي فط طلعت ثاني وقفت مع الشارع العام مال البنات. زين وهم اجوا. زين هم جايبين طفل عمره ما يتجاوز الخمس سنوات. زين منو حدد الهدف بهاي العملية؟ والله سيدي على التعيين يعني الجهال هواي. يعني انت اعطيتهم اعاز قلت لهم مثلا هذا الطفل؟ لا لا هي لا على التعيين سيدي شالوا طفل وطلعوا. من الشالة؟ ثار يسوق محمد شالة. واحدة محمد شالة لو أنت قلت له؟ شلون يعني سيدي؟ يعني غير أنت قلت له مثلا هذا الطفل خلنا ناخذه؟ هم لا على تعيين جهالي هواي بالشالة بالدرب. هو من اللي يشتغل عندنا؟
سيدي هو قلت له من هاي الدرب ولا اخذه زين ايه اخذته قبل نعم سيدي بعدين طوني على القناة بالمدخل هاي مال الجميلة زين وراحوا هم انا طلعت بيدي البيت ايش قد عمره ما يتجاوز الخمسة خمس سنوات نعم سيدي وين طلعت بيه انت ورشا ومصطفى نفس المكان سيد على طريق 77 زين هنا بهاي الايام الباقي بيها الطفل عندكم بالبيت اي سيد شلون كنتوا تكسبون سكوت الطفل سيد هو بالبيت هو ومصطفى ومصطفى نطلع الصبح ارجع العصريه كلش زين شلون رشا مو اسمها رشا رشا حبيب نعم سيد شلون سكت الطفل يعني بين نجيب له كانت اكثر شيء حبوب الالارمين يعني يبقى نايم الطفل حتى لا يبكي ولا يصدر صوت اي سيد زين وراها ورا ست ايام هاي الطفل ست ايام يبقى نايم لا هم يقعد يعني اكيد يشرب ويلعب ويا مصطفى زين ما يستغرب شو طبيعي يستغرب شلون العادي يلعب طفل ويا طفل ينسجم مصطفى مو طفل يعني عمره 11 سنه ولا 11 سنه يعني أعرف شو اللي سايس من بعد سيدي تمت المو يعني الاتفاقية على استلام الفلوس استلام إيش قد وصلت المبلغ النهائي شد سيدي دفتر زين شلون صارت طريقة التسليم هم قلت له سد التليفون وأنا أتصل بك اتصلت بي الفجر بحدود 4:30 5 اعطيني تفاصيل كاملة من كان وياك هلا عفوا سيدي كانت معي ام مصطفى ومصطفى مصطفى بعد وعباس هاي بالسياره معي وعباس على الدراجه عباس على الدراجه شلون يراقب لك على الدراجه نعم سيدي هنا كانت صارت مصادمه ويا من الصادم عباس شلون ما صادم عباس وين ما ماخذ الفلوس زين ما واقف لهم اريد احكي لك حكايه احكي لي اياها بذمه وضمير صح سيدي ولو انت متجرد يعني من الذمه ومن الضمير اول شيء بايدك طفل مخطوف ثاني شيء اللي وياك عباس يصير منك اخوي اخوك انقتل على ايد القوات الامنيه لانه ايضا قام بهاي العمليات اللي انت كنت رئيس لها ورحت المكان مقدس شنو ردت فعلك هناك كانت انت تقول لك زوار وانا جاي اكل من موكب وما اعرف شنو التفاصيل هاي والطفل نايم بايديكم وتنطوب بحبوب الفاليوم والمهدئات شلون ربطت يعني شلون عقلك انطاق ونفسيتك انطتك بيت ماكو غير مكان اختل فيه مكان تختل فيه ورحت وتغطيت بغطاء ديني حتى وانت ملتحي مثير الشك والشبهة فاختاريت هذا المكان شلون جاء على بالك بعيد وبالمزارع قلت ايش قد بقيت هناك؟ بين 6 أيام وسبعة أيام 6 أيام إلى 7 أيام بعدها شو من اللي صار؟ سيدي اتصلت بيها والدتي تبكي قالت ليش هيك يم هاي تاليت رباه هيك تسوي بينا هسه هم قاعدين يم عمك الكبير يم حجي عزي ابو جلال قلت لها والمطلوب قالت راح يحرقون بيوتنا راح يصخمون وجوهنا راح يحرقون خواتك يحرقون اخوتك شنو ذنبهم ذولا يعني لا قلت له والله العظيم اذا ما يجيبوا لي سيارتي ويسلمون لي الجثث ما انطي كان هو الطفل وحوست على قدي قالت انا قاعد يمهم الناس او اهل الولد قاعدين وعمك قاعد قلت لها هسه مو قاعدين قاعدين بيا وجه النوب فوقها النوب احنا النوب من الشرطه قلت لها قل لي لهم ليش اد الطفل فقل لي لهم قالت لهم يا ابا هيك هيك يقول قال هالرجال يعني شلون والله احنا اذا هيك احنا لكم منا الباكر احرق بيوت علي قالت يمه فوق اهلنا وفوق يعني المصيبه هاي فوق اصحاب الوجه انطي الطفل لهله ليش جاي تسوي؟ قلت له مال بعيد سديت التليفون اتصل بي واحد من اخواني عرفته يعني جلطه مريم كم قام يبكي انا صاحب بنات تجونا من البيوت ليش تسوي؟ هي يعني عمله هي يعني دقه عاد هسه صار رد الطفل لهله عاد شويه نص الامور شويه تبرد نقدر نوصل للحل راح يحرقون بيت عمي راح يحرقون بيوتنا راح يبهدلون المدارس تطشرن الجهال تطشرن قلت له انت تريده شنو؟ قال نريده بعد شريد يعني شو اسوي؟ اريد الطفل لاهله اذا يعني تريدنا احنا نرتاح وانت ظل مهجول ليش تهجول هاي العوائل؟ ليش تبهدلنا؟ احنا خلينا احنا والناس
نعرف شلون نرضيهم نطيع عليهم نبيع مواعيننا نسدهم شلون نرتب احنا وياهم بعد. انت بعد انت صخمت وجوه اخوي وين انت؟ قلت له انا بعيد. قال وين ما تصير كربلاء بالنجف اي مكان بالبصره جيك. حلف لي جاني هو وزوجته واطفاله. الدنيا حاره كانت وشايل الترمز مال المي. جاني على الشارع العام اللي يربط بين كربلاء وبين النجف هذا المربط مال اولاد مسلم. قال لي ايش قاعد يبكي؟ قال ليش تسوي بينا يعني هسه احنا بالشوارع بايتي؟ قام يحلف ويتكفر يقول احنا بالشارع انا بايت انا ومرت الجهال بالشارع. اعطيني اياه عندك شيء؟ قلت له لا. قال روح روح خوي روح روح شوف دربك حرامات يعني انت ايش تسوي؟ اخذ الطفل وراح وداه لاهله يعني وداه البيت عمي مو لاهله مباشر. هو هم يخاف. هاي سيدي فانت اتصلت بابو هم صار بيناتنا مزامط بالليل قبل لا يجي اخوي اخوي ويا جده ويا جده العفو نعم اي ف صار بيناتنا على مشاده كلاميه حكي. قلت له هذا راح اشوي لك راح اشوي لك يا جوي يعني حكي حاد يعني حكايه مال واحد محترق. ثاني يوم دزيته بيد اخوي دزيته عدل يعني دزيته له. من امك خابرتك نعم وحكت وياك يعني. ما انكسر قلبك عليها هي يعني بيومها؟ نعم اتصلت فيك؟ نعم زين. شنو ردة فعلك على الطفل اللي عندك وامه تلوب عليه؟ ما تنوصف سيدي. بعد ليش شنو اللي خلاك هيك تسوي؟ بعد صار سيدي. شوف هسه انت كم انت كم اخ عندك؟ اربعة. واحد دي. من عندهم هم اتصل بيك وتقول ضارب تجربه ومشروع. مين ضاربتهم جلطه؟ هاي داهم بالحرس الوطني. زين. هم طلعوا لهم جماعه رموا عليهم وانجلوا باللواء السابع بول بغدادي. بس فخورين نفسهم يعني دافعون عن بلدهم عن عراقهم عن وطنهم عن اهلهم وناسهم. يعني دمرت انت دمرت قبل لا تدمر حياتك دمرت اهلك ناسك اخوتك قرايبك. تحسب هيك حسابهم يجي على بالك تفكر بيه؟ فكر بي لو هي جبالك. لا سيدي يا جبالي. زين حضرت الفاتحة مالت اخوك لو؟ ما سوى الاختصاص. ها؟ مهجورين ما سوى الفاتحة. قبل لا تشلع قلب الام امك هم قلبها انشلع من وراك. ام الطفل اللي اخذت ابنها هم انشلع من وراك. رب العالمين ترى ما يضيع حق واحد. سلمت الطفل وراها شنو اللي صار؟ ما تطش سيدي. وين رحت؟ سلمت من الطفل وساعتها رحت كربلاء. تسوي؟ رحت هناك سيدي. وين كربلاء؟ ميلي مامي. زرت يعني؟ لا سيدي. لا. ميلي مامي يعني عصار. ما عندك مكان تروح له؟ لا سيدي. مرات واحد من يوم قاعد يعني بمشكلة معينة يتمنى بأنه هذه المشكلة ترجع في يوم يومين قبل أن تصير حتى ما يسويها. أيوة. أنت وقعت بهذه المشكلة. وتمنيت بأنه هذه المشكلة ما صايرة حتى ما يصير هذه التفاصيل صحيح؟ وإذا يتضح أنه بأنه أنت تنفذ عملية ثالثة هو هاي الغلطة. إذن أنت شنو؟ هم ولا مزعل. إذن أنت شنو؟ ولا فترة سيدي. يعني لا ضمير لا أخلاق. كان المفروض هذه العملية اللي صارت وقعت فيها بهذه المشكلة وقعت لك بهذه المشكلة تكون رادع لك من عدها وتتوقف. بس انت لا قمت بعملية ثالثة وقمت بعملية رابعة صح حسن؟ نعم سيدي. اذا هذا طبعك. بعد ايش قد صارت العملية الثالثة اللي قمت بها بخطف المدعو علاء؟ اي من الشهر الثامن لنهاية شهر 12. زين ايش قد يعني الفترة بين العملية قبلها؟ 14. لا هو هذا انت مبدأك مبدأك وعقلك إجرامي تفكيرك إجرامي. ونرجع هم نقول بأنه ما ظل ببالك كلام أمك كلام أخوك الناس ما أعرف شنو ببالك. احكي لنا عن العملية اللي قمت بيها بخطف المجنى عليه علاء. سيد أنا ومحمد ساعدوه. يعني أنت هنا بهاي العملية أنت حلت صفة شنو تلابس؟ عسكر سيد. زين صعدت وياي بالسيارة. شنو هذا المسدس المن مال شخص؟ قالوا ما مسجل. اي سيدي اخذته وطلع وراي ابو ايه بالكيس
طلعنا بيه البيت محمد نزلنا، وابو آية ظل واقف دب السيارة بكسر عطش. ليش؟ وما سيدنا ناخذ سيارتين نروح البيت. زين. نزلنا ربطها محمد وسد عليه باب الغرفة ورجعت على الكي. دقيت على رقم مكتوب عليه البيت. زين. جابت نمرك ثلاث رجال، وبعدين استلم تليفون خاله. زين. الله يسولف عليه. طلبت منه مبلغ ذكر له 8 و10 دفاتر سيدي. قلت له سده وانا خابك. خابرته ثاني يوم. قال هذا مبلغ هواي واحنا ما عدنا. فضيت اتماطل وياه بالكلام. ساعة هو يصعد ساعة ننزل. وصلت الدفترين و50 ورقة. دفترين 51 ورقة. بالضبط سيدي. دفترين و51 ورقة. نعم سيدي. زين. ايش قلت له على هذا الواحد؟ قلت له مالك لو شرب. مالك لو شرب. اتصلت فيه الفجر فاجاني سيارة جيب هاي العفو دوج مارونية. هو يا شخص قال هذا ابن خالتي مالك مالك علي. ابن خالتي. فطلعنا انا ومحمد سعدون بالاستلام سيدي. محمد ظل واقف مسافة وانا واقف وراها. وين بيا منطقة؟ هم على القناة ودخل نفس المدخل. هاي هنا احنا دخلنا تفاصيل العملية الرابعة. اي سيدي. صدفت طبونا بالتربونة كان طالع ولد شاب. فطرنا ورجعت له. سألت هاي قلت له ولد طين هويتك. من الطلب هويته؟ أني بس سيف أخذها بلده. يعني اللي أخذ الهوية من هذا الشخص هو سيف؟ نعم سيدي. بعاز من عندك؟ نعم سيدي. كم؟ فقلت سيف خلي يصعد بصفك. قال له صعد صعد استفسار. صعد وسد الباب. وقريب ما وصلت البيت قلت له دلك. وصلنا يم الباب قلت له تفضل يا يعني. نزل طب. فهم سيدي شبقوه وخلوه قعدوا يمه. كم؟ وانا طلعت الباب الشرجي فدق علي تاخر الوقت دق علي رقم هو كان رقم كورك. قال منو درغام؟ قلت له منو انت؟ قال غير قلت له منو؟ قلت له غير قلت له قال انا اخوه ما اتذكر اسمه همام. اي قلت له خلي ابوك يحكي وياي. فاتصل بي عمه قال انا ابوه. قلت له انت ابوه عمه؟ قال لا انا عمه. ثابت ابوه. اي سولفت وياه. قال شنو المطلوب؟ قلت له اريد 20 دفتر. سديت التليفون. ثاني يوم الصبح خابرني. قفلت التليفون. صار بيناتنا اتصال. قلت له عمي مو مال يعني. قال هي مو مال 20 دفتر. قلت انا بقول مو مال 20 دفتر. طلبت 8 10 ونزلت 8. ليش يعني فكرت هذا التفكير؟ ليش مو مال 20 دفتر؟ ماكو شيء مبلغ يعني. مو انت مساوي بالبدايه بانه رايح يشرب. ماكو شيء مبلغ. ليش النزله هاي القويه؟ مو خساره لك يمكن كل شيء؟ ما عدل يعني ما عدي يعني مثل ما يقول ما اعرفه يعني بالشغله. زين. فنزلت لي 8 فهو قال لي قام ما عدنا وراح يبيع سياره هاي للشده 25. ظل نشلب على الشده 25 نهار كامل لحد ثاني يوم. فوصل وياي السيد الشتيل. اثناء الاتصال قلت له خوش لعد انا استشير جماعه وارجع لك خبر. دقيت على السيف كان محمد وياي اجى ورا يومين. دقيت محمد قام يدق ما حد يجاوب. دق ما حيجاوب دق ما حيجاوب دق ما حيجاوب. يدق على الموبايلات البقيه مغفله. قال لك هاي السالفه. الحل قال يا من الجيران خلنا نشوفه. اتصل على الجيران مقفول. اتصل على ولد ما اتذكر يعني قرايبه صديقه من الجوارين. قال لك السيارات 2 أو 3 طبوا وصارت هوسه بالباب. قال جمال يمكن اللزمه. طلع له ثاني يوم سيدي او ثالث يوم على القناه ثانيه بازي خانه مال الجبهه. زين. ف طالع هيك مفتر متوجه سيارات مدنيه لابسين مدني رموا عليه طلقات. طلعت صارت طلقتي على العرافيه. بالعرافيه نزلت القوى لابسين يعني زي عسكري وهم المدنيين. زين. عرفت من على دعوه درغام على جابوني.
مشاهدينا الكرام، شفتوا مجريات التحقيق اللي صارت ويا المتهمين. انتظرونا بعد مجريات التحقيق. مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام ومتابعي شاشة النهار عراق، أجرينا اللقاء ويا السيد المقدم مدير شعبة استخبارات اللواء الرابع، ومن ثم بعدها انتقلنا إلى التحقيق مع المتهمين. راح نروح احنا وياكم إلى مكان الحادث حتى نشوف مجريات كشف الدلالة. ابقوا ويانا. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام المكان كشف الدلالة الأول اللي تم خطف. هذا المكان اللي تم خطف فيه الطفل مقتدى. من هذا المكان اجى محمد وراح يشرح لنا تفاصيل. سيادة المقدم مدير استخبارات شعبة اللواء الرابع موجود ويانا، راح نجري كشف الدلالة من هذا المكان وراح نشوف شلون صار الحادث. تحكي لنا اياه. جيت منا؟ نعم. اي لا في جيت منا. زين. كان هو يتمشى مقتدى. زين. فبهاي الركن؟ لا خلنا نتمشى للركن. نتمشى للركن. جيت منك انت بالسياره؟ بيا سياره؟ بي ام. شلون لونها؟ ايش فيها؟ خضار شلون؟ نيلي. نيل. زين. منو كان وياك بالسياره؟ عباس. عباس من كان صاحب الصدر؟ نعم. منو كان يسوق؟ لا هو يسوق. هو يسوق وانت بالصدر؟ زين. الطفل لا على التعيين؟ نعم. شفته بالشارع؟ نعم. وصلت للركن؟ نعم. قلت له؟ هذا الركن اللي وصلت لك. هنا جاي اللي غاد. زين. ايه ساعة بقت تعمل توين. زين. قال هنا أنا ما عندي يعني وين. تندل بيتهم وين؟ لا. ما تندل. ايه. زين. مشاهد السيارة وطلعنا باتجاهنا من ذاك الفرع. أخذته. نعم. من أخذته وين خليته؟ بالسيارة. بالسيارة وين المكان؟ بيم بالصدر. يمك بالصدر. صيح هذا الطفل؟ لا ما صيح. ما صيح. بس راح أوديك للبيت. راح يوديك. ما تلقانا حسن. ما استغرب؟ لا ما تلقانا حسن. زين. هو شنو رأيك هسه لو نواجهك بأهل المخطوف وخصوصا المخطوف؟ ردة فعلك راح نشوفها من خلال هذا المشهد. خلنا نتقدم. سيادة المقدم إذا تسمح لنا نتقدم نطرق الباب. راح يكون شنو مصير المواجهة بينك وبين أهل المجنة؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا عليكم. صباحك حياكم الله. حياكم الله. شلونكم بعد؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. هذا المجرم؟ احنا قبل لا نقول لك هذا المجرم. نعم. هنا صارت عمليه اقتطاف بينكم. اي نعم. المدعو الطفل مقتدى. نعم. نريد ندخل هنا اذا تسمح لنا. تفضل. حياكم الله. الله يحييك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك. تعال. بس هاي نقص بيتنا هذا. احنا هنا دخلنا. حتى نواجهكم بالمجرم اللي خطف ابنكم. اي نعم. هذا تعال عمو. مشاهدينا الكرام هذا الطفل، هذا الطفل مقتدى اللي ما يتجاوز عمره 7 سنوات 6 سنوات او شيء. وزته والدته للاسواق. سيادة المقدم بوقتها ايش قد كان يعني الوقت بالتحديد؟ بالضبط. دزتك ماما على شنو حبيبي؟ شاي. جبت لهم شاي. زين. رحت للاسواق ورجعت جبت شاي انت وياه. زين. وبعدين رجعت للبيت. ما رجعت للبيت وين وقفت؟ احد صاحك؟ زين. جاء اخذك قبل؟ هو مو هو نفسه؟ هو اخذك؟ اخذك وين اخذك؟ شوي لا ليش صرت سبع بطل؟ انت بطل؟ منا اخذك بعدين حولك بسياره ثانيه؟ مو؟ منو كان بها السياره ذيك؟ زين وبعد منو وياه؟ ويا مره؟ اي؟ ايش قلت لك المره؟ لا تخاف صير سبع. زين خلتك بحضنها؟ لا لعاد؟ لي ورا. لي ورا. ايش قلت لك وين راح يودوك؟ قلت ما قلت لك. زين بعثنا هاي انت من اخذوك وودوك وين؟ ودوك ببيت؟ ايه. وبعدين
كان ببيت حسن. زين، وبعدين هناك شو تسوي بالبيت؟ قاعد. بس قاعد؟ احد ضربك؟ ايه. من ضربك؟ من. ايه؟ وبعد؟ زين. شو اسمه؟ دائما انت تحس بنفسك نايم هواية؟ نام هواية مو؟ طبعا مشاهدينا الكرام كانوا ينطون للاطفال بانه هذا الحبوب الفاليوم وشراب الاكتيفيت حتى يسيطرون ويستمكنون من الطفل ليصدر صوت او حركه ويثير فد حركه مريبه للبقيه حتى من خلالها يستسهلون هذا الموضوع، ومن خلال هذا الموضوع ايضا يعبرون بالسيطرات الامنيه وكانما اسره كامله عائله متجوله في سياره معاهم طفل. زين، انت ايش قد بقيت هنا؟ تدري كم يوم؟ ما تدري. زين، عجينا هنا منو كان يساوم؟ كان خاله اللي وين خاله؟ خاله نعم. من اتصل بيك؟ اتصل بي رقم غريب. زين، ايش قال لك؟ قال لي اول مره احكي على اللافتات، قال شيل اللافتات من بلديات. زين، لانه بالبدايه استاذ نعم ما كان اخو اتصال، تعرف طفل ما عنده موبايل مجهول الهويه كانه ما حد يستدل عليه. فوالده نعم الله يرحمه خلى قطع داخل المنطقه بها صورته بها ارقام تليفونات. نعم. فما تعرف لازم يعني شلون يصير يعني التجوال من ضمن القاطع اللي انطف به. نعم. ماكو اتصال، اما شنو رقم البيت معين او كذا. من شافوا ذا القطع اخذوا رقم من الارقام وصار الاتصال بخاله اللي هو محمود. نعم، شلون جرت عمليه المساومه؟ اول ما اتصل بي قلت لك قال شيل اللافتات وخابرني، شلت اللافتات كلهن وخابرته. زين. ف اول كلمه له قال لي تشترون لو لا؟ نعم. قلت له شلون ما نشتري بنا؟ واحد ما يشتري بنا. زين. فبلش وياي من 10 دفاتر بدا الى ما طال وياه، اخر شيء استقرينا انه انا على شدتين ونص. زين. فصارت موعد عندنا الفجر. زين، انتم كنتوا متمكنين بهذا الوقت متمكنين من من هذا المبلغ؟ لا والله. زين، شلون دبرت الفلوس؟ والله ادايناهم دي. زين. ايش هذا؟ فطلعت الفجر للامين. نعم. اللي طلع الرسميه. نعم. النوب قال لي طب على اليمين، طبيت على اليمين، هناك صار تسليم الفلوس، شمرت من داخل الامين بالحواسم بالاخير وطلعت بعد ورا ثلاث ساعات اربعه. نعم. هذا الطفل رجع لك. زين، انت بهاي العمليه شنو كانت حصتك؟ ما قال هديته. يعني ما حصلت على شيء؟ قال هديته. يعني طلعت من المولد بلا حمص. لا انت اللي مسوي لك عمليه مشرفه ولا انت مستفاد شيء ولا انت قايم بعمل شريف بانه ترفع راسك بيه قدام الناس. هذا ابو شهيد يشفع يشفع 70. زين. من استوجب النار وانت راح يقاضيك وشوف يوم القيامه. دافع عن شرفك دافع عن بيتك وهذا راح. اريد اريد والده الطفل مقتدى اسمح لنا. تفضلي لنا اختي هنا يمنا بلا زحمة عليك. تفضلي اختي يمنا. اريد تحكينا بالتفصيل، انت دزيتي ابنك على شاي. من دزيتيه على شاي ايش قد استغرق وقته وما رجع؟ ايش قد يعني الفتره دامت؟ اذا ابوه تعبان طبعا من الشغل. بس اذا تقدرين تعلي لي صوتك. نعم. مثلا يوم ابوه نزل من الشغل. نعم. تقريب ساعه بالوحده ونص. نعم. قال انا جوعان. بالثنتين دزيت مكتبه قلت له روح روح جيب له ابوك شاي. زين. 10 دقائق قلت خلنا نطلع ورا انا. زين. ابوش قال لي اسبح لو اكل لو انام. قلت له نام. زين. واقعدك تاكل وتسبح. زين. فالرجال نام وهذا 10 دقائق استغرق انا سويت الاكل. زين. قلت خلنا نطلع ورا، لبست عبايتي طلعت من هنا؟ ايه؟ من هذا الباب؟ ايه؟ طلعت دورت. دورت المحلات. زين، سالتي ابو الاسواق قلتي له اجى مثلا ابني ياخذ من عندك كلام. قالوا شفت الشور رجع. زين. شاف الشور رجع منك حتى هم منا خايفين من الباب. نعم. قلت له على وين راح؟ زين. والله رحت دقيت باب ذول جيراننا اللي صفنا. زين. قلت لهم هم شفتوا مبتدا؟ قالوا لا والله احنا ما طالعين اصلا. زين. كانها ميته هاي المنطقه الظهر. زين. ساعه بالثنتين تقريبا. زين، وهاي الساعات تمر. كم شهر؟ نعم. شو سويت انا؟ قلت بعد ما بيها مجال خل اروح اقعد ابو. زين. رحت قعدت. زين. فز يركض. نعم. قال يعني ايش لا تطلع؟ انا ظليت من راح. هو ظل يدور بالشوارع. كان وقتها رمضان والناس صايمه. نعم. زين. هو كان لان بالحرب. نعم. يفاطرونهم هناك. نعم. هو كان فاطر بس بهذا اليوم.
بس من يجي دوبياتي كمل صيامي وبسببهم زين لا أكله زين قام يصوم الأيام الباقية ذن كلها من ابنه هناك إيش كم يوم بدون أكل ويفطر يعني لا صوم كم يوم انت فقدتي ابنك بهاي الفتره كم يوم انت؟ ست ايام شنو كانت حالتك بوقتها والله انا حامل وبسببهم نعم حتى ولادتي تاخرت نعم ما جبت نعم الجاهل يعني وصل الموت نعم وطلع في مرض من وراهم الطفل اول ما اجى نعم بسبب يعني تاخر الولاده صار الطفل مرض نعم زين احنا بدورنا كجهة إعلامية مساندة لقواتنا الأمنية ورجال الاستخبارات في الشرطة الاتحادية المتمثلة بالسيد المقدم وكل عنصر بالاستخبارات ألقينا القبض على الخاطف. الخاطف ابنك هذا قدامك شو تقولي له؟ والله ما أدري شيء غير الله لا يطيق مو ساعة اللي وعد قال ساعة اللي وعد أبو مقتدى خليته وجهه مو هو وجهه ما شفته هو والله زين بساعة اللي وحده الله لا يعطيك انا من نحشي الله الارجف زين الله لا يعطيك ولا يعطي ذاك حسن الثاني زين هو بالمقابل عنده هم عنده اطفال انا قلبي يتحمل هسه انا فرحانه شايفتكم بس ابو مختلف ما شافكم بس تدري ايش قال؟ قال والله يا شذا انا قلبي بارد انكم شون بس صدق عمي انكم اشتوا شايفه مو كان نعم زين قال شذا انا قلبي بارد انكم شون وانكم اشتوا الحمد لله والشكر زين انت كان هسه انت هم صاحب والله عائله وعندك اطفال العشر. عندك انت اطفال عندك ولد وعندك بنات ردة الفعل هسه شنو عندك زين ليش ما تقدر ترفع راسك ارفع راسك واجه هاي الناس شو مسوي لك عداوه وياك عندهم طلب وياكم بثار تطلبهم بشي زين الولد تعرفه لا. اهلهم تعرفهم لا. على شنو العدا خذت جاو يعني ايش تتصور مثلا السكوت راح يفيدك جاوب ولو بكلمه مع اهل الضحيه شنو ذنبه هذا الطفل ظل كم يوم عندكم نايم شربوه فاليوم وشربوه اكتيفيد والله حتى لا يصدر صوت ولا كل شيء بسببك اخر نزلنا كل شيء ما شفنا من عنده كل شيء بسببك كان شفناه كم يوم على الاقلها اجى تدري شي كان قلت له ليش ما تغديت هناك وجيت لما اعتصابين اكل وشغله قال والله الدقيقة عندي تفرق أم مختلة أجي أشوفكم مش خليت أشاف من عندنا يفتر بالشوارع ويدور الله لا يعطيك إن شاء الله لا يخليك لا أنت ولا أهلك كم يخليك ليش أنت وأهلك ما حد يشوفك أنا طول العمر إحنا كم يوم أنتم العمر كله عايشين بتعذبون حبيبي هذا المجرم اللي هو أخذك وساوم أهلك بفلوس واهلك ما عندهم فلوس دبروا حتى ينقذون حياته لان انت ابنهم وعزيز عليهم ويحبوك شو تقول لي هذا قدامك شو تريد تقول لي ها ما تريد شيء ربي يحفظك ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظ كل اطفال العراق وكل اهلنا وناسنا من الشمال الى الجنوب وان شاء الله يا ربي يظل بلدنا متماسكين احنا ايد بايد وعراقيين ما تفرقنا لا طوائف ولا الاقليات ولا كل شيء بفضل الرجال الأبطال الأشاوس المتواجدين بكل بقعة من بقاع عراقنا الحبيب هاي كانت المواجهة بين الجاني والمجني عليه وأهل الضحية عندكم كلام تضيفوه بس هو الله اللي أكثر من شأن نطالب أقصى العقوبات اللي بالقانون بحق ذولة حتى يصيرون عذرا لمن يعتبر نعم واما احنا هاي الله سبحانه وتعالى هو المهم نجاه نعم ونحتسب الشهيد عند الله لانه مع الاسف امثال هاي الزوله يخلون هاي الشباب اللي الابطال في ورا هال مع الاسف ربي يحفظكم ان شاء الله بطل الابطال جرف النصر طبعا هو ان شاء الله منتصر الدراجه والمثل يقول الخلف ما مات ان شاء الله ان شاء الله ابنه موجود وسند الامه والاهل بيته ان شاء الله مشاهدينا الكرام كان هذا مكان كشف الدلاله الاول سياده المقدم حابب تضيف كلام ما عندي اضافه بس اريد اوضح بانه نعم. الطريقه على كشف الدلاله والطريقه اللي انسلك نعم. هذا الاتجاه احنا هو بالبدايه ما شرح الطرق الصحيحه الطريق الصحيح هم كانوا مرابطين بهذا المكان نعم اكو عجله ثانيه ما شرح مكان العجله الثانيه بالضبط من كان متواجد نعم. بالعجله الثانيه نعم فهسه هنا يصير السؤال حتى ما اقول عن قدام الكاميرا وجه لك السؤال جاوب الجاره الثانيه سيدي موجود حسن حسن ورشاد ومصطفى نعم. بيا سياره كانوا صاعدين سياره عاليه هاي الجير باجيرو باجيرو الساعه
سيارة شيبوشي باجيرو يالون رصاصي سيلفر يعني. وين كانوا ينتظروك بالضبط؟ برا كاميرا سيدي سواني زين برا بهذا الركن لو الركن مال الشارع؟ لا مال الشارع. الركن مال الشارع. منين جيت بالضبط؟ ارفع راسك ارفع راسك ارفع راسك. اجيت من هذا الاتجاه؟ نعم. مقتدى وين كان؟ من يا سايد هذا السايد لو ذاك السايد؟ من نفذته؟ كان يمشي يمشي من يا سايد؟ من جيته؟ يمشي بهذا السايد. اللي بجانب الايسر الجانب الايسر يعني من جانب بيته مثل منظور. نعم. من كان يشوف؟ عباس. عباس يعني شلون نزلت له انت؟ انا نزلت سيدي دامون بيتكم قال هنا ما عندي يعني هواي بيت بيتكم بس عدوي استاذ يعني هذا الطفل متابع. نعم. من المحل الى ان خرج وصل للبيت. نعم. انه السايد اللي هو ماشي بي يعني هو الطرف البعيد السيارة. نعم. هو الطرف البعيد. نعم. طبقت السياره نزل عليه سولف وياه اخذه همرت صعد بنفس المكان اتجهوا على بهذا الطريق على اليمين يم الفيتريه مو صحيح؟ بشارع مال الفيتريه عبور الشارع شافت السياره الثانيه تنتظرك ايش الى فاه الشارع سيدي يعني قبل يعني اتجاه ما اسمه الفيتريه من كان ينتظرك هناك؟ حسن. حسن ايش سويت من 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 حولت الطفل من وصلت هناك مشينا تحول اسمه وين تحول الطفل بالضبط؟ السياره هاي سيدي يم اسمه هاي الجوبة يم الجوبة اللي على قريبة على القناة. نعم. نعم. تحول الطفل من سيارتكم إلى سيارة حسن. ليش؟ هو ياخذ المرأة يعني يمك يقول مو شي وياي مرة يعني هو كان يستغل المرأة. نعم. لغرض نقل نعم. المخطوط. نعم. هاي للتوضيح استاذ. اي نعم استاذ شكرا لك. مشاهدينا الكرام ابقوا ويانا يعني راح ننتقل المكان الحوادث الاخرى ومكان كشف دلالة اخر. نتمنى بانه ربي يحفظ كل اهلنا وناسنا وين ما كان من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. ربي يحفظ اطفالنا وقواتنا الامنية وخصوصا منظومة الاستخبارات الشرطة الاتحادية. ابقوا يعني. بجهود حثيثة بذلت من قبل ضباط ومنتسبي شعبة استخبارات اللواء الرابع عادت البسمة والفرحة إلى عائلة الطفل مقتدى ورجع إلى أحضان أمه من جديد وللحديث بقية. مشاهدينا الكرام هذا المكان الثاني اللي كان يتواجد فيه المتهم الثاني اللي هو شريك بعملية خطف الطفل مقتدى حسن اللي كان منتظر. وين كنت منتظر؟ لا كنت جاي من لاكيش وكم وجهه وقف قدام. وين هنا بالاستدارة؟ اي هم طلعوا قبل. ايش كنت تقتاد سيارة شنو؟ مسيوبوشي عادي. مسيوبوشي نوعيتها شنو؟ باجيرو؟ يا لون؟ شباني تقريبا. زين منو كان وياك؟ أم مصطفى ومصطفى. زين رحت تبعتهم؟ تبعتهم وين توجهوا؟ على القناة. على القناة ومن بعدها؟ يم المخزن مع الاسمنت. صار هناك؟ سلموني وراحوا. زين هناك قد ظليت منتظر الوقت اللي استغرق انتظارك هناك قد؟ تقريبا ربع ساعة هيك. ربع ساعة. زين بهذا الوقت كان بيناتكم اتصال؟ ها شكو سويت؟ خبرتهم مرة واحدة قالوا لا ما لك علاقة احنا رحنا. زين ماكو شيء ماكو شيء هنا. انت اتجهت على طريق القناة اخذت الطفل من عندهم صارت عملية التسليم. ايه. استلمت الطفل وين؟ نعم. وين خليته؟ من اخذناه؟ لا بالسيارة من صعد وياكم. بالصدف. بالصدف يعني يم؟ مصطفى. يم مصطفى كأنما واحد من افراد ايه. الاسرة. من بعد وين اتجهتوا بيه؟ الى البيت قبل هناك طريق النهروان. وين البيت واقع؟ على طريق النهروان سبع نيسان. انت ومصطفى ومصطفى ايه. وياكم الطفل. ايش قد بقى يمك هناك؟ حكيناها هاي طبعا بالتحقيق ثلاث ايام. سياده المقدم شنو تحب تضيفه هنا بهذا المكان؟ والله هو الشرح وافي يعني بالنسبه. نعم. لاعترافات محمد. نعم. والتدقيق على اعترافات المتهم حسن. العمليه تنفذت من محمد. نعم. اتجهوا بهذا الطريق سلكوا هذا الطريق المتهم. نعم. الاخر كان الانتظار مالته بهذا المكان. نعم. الحين خروج العجله بهذا الاتجاه. نعم. اكو اتصال لازم اكو اتصال بانه الطفل عندنا الطفل يمنا الطفل كذا
انت وين واقف بالاتجاه الفلاني؟ نعم. فصار التبع مال السياره مالته بهذا الاتجاه لحين التبادل. نعم. العمليه هذه كانوا يستخدمون البيت الاول اللي هو المسكن مالته اللي كان ساكن به هو وزوجته. نعم. رشا وابنها مصطفى. نعم. مكان الخطف الاول هو كان في منطقه النهروان تقاطع 9 يسار. نعم. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا مكان كشف الدلاله الاول اللي صار ويا المتهم محمد، ومن بعدها اتجهنا للمتهم الاخر حسن اللي كان متوقف هنا وكان يستقل سياره نوع باجيرو، اخذ الطفل بعمليه استلام او التسليم الطفل اله، استلام الطفل اله عن طريق محمد اللي كان ايضا يستقل سياره نوع بي ام، فصارت عمليه التسليم على طريق القناه ومن ثم اتجهوا به للبيت. هذا مكان كشف الدلاله الاخر، خليكم ويانا راح ننتقل للعملية الأخرى وأيضا مكان كشف الدلالة. وصلنا مكان كشف الدلالة الآخر اللي هو بالعملية الثانية اللي تم بها خطف الطفل محمد كرار من هذا الدار الواقع بحي الأمانة القريبة على قناة الجيش. طبعا مثل ما تشوفون قدامنا هاي كاميرات المراقبة، احنا بالمناسبة طبعا ننصح كل عائلة عراقية وكل بيت عراقي بأنه يربط كاميرات مراقبة حتى يعرف من خلالها شنو اللي يدور بالخفاء حتى يشوفه بعدين بالعلن. سيادة المقدم، تقدر تشرح لنا شلون استدليته من خلال كاميرا المراقبة على الطريقة؟ بالبداية كاميرا المراقبة هسه احنا كان نشوف 4 كاميرات. نعم. هذه الكاميرا، ما كانت مشتغلات نهائيا، بس صارت الدلاله. عندنا قرص حاليا سيدي اخذناه من قبل المخطوف. نعم. انضبط مع الاوراق التحقيقيه وانعرض على سيد قاضي تحقيق المحكمه المركزيه من ضمن الاوراق التحقيقيه. نعم. اللي هي هذه الكاميرا. نعم. تبين بيها الطفل من الخروج مالته من البيت، فتح الباب. نعم. اتجه الى هذا الشارع على السايد الثاني. نعم. فوقف بهذه النقطه ورد. نعم. رجع بعدين هم رجع الى النقطة الاولى. بهذا الاثناء مرت منا 2 سيارات، السيارة الاولى نوع لاند كروز، السيارة الثانية نوع بي ام دبليو. اللاند كروز طلعت، البي ام دبليو صارت توقف مالها خففت من شاهدة الطفل بهذا المكان. نعم. خففت وصارت بهذا المكان، يعني خارج مساحة الكاميرا. الكاميرا. نعم. فتوجه الطفل ركض من هذا المكان باتجاه العجلة. نعم. العجلة طلعت، الولد اختفى، فبين عندنا بانه عمليه الخطف صارت بمن؟ بهاي المنطقه والمكان اللي كان مكشوف. وهذا المكان وخاصه العجله اللي قامت بعمليه الخطف هي العجله البي ام دبليو. نعم. يعني بوقتها لو كانت الكاميرات البقيه مضافه، لو كانت هذه الكاميرا مضافه، هذه. نعم. هذه شوف هسه هذه على. نعم. يعني التسليط مالها اوضح. نعم. يعني تبين شلون صعد، شلون اخذوه، شلون اتوجه على يا طريق اخذ على اليمين او على اليسار، بس كان العمل من ضمن هذه الكاميرا فقط. زين سيادة المقدم، اذا تسمح لنا داخل وياك الكلام، هنا نهايه هذا الشارع، نهايه هذا الشارع مسدود بصبات كونكريتيه، كان اتجاههم هو قبل لا يخلون هاي الصبات الكتل الكونكريتيه. نعم. لان. نعم. السياره بهذا الاتجاه، باتجاه كانما الخروج. نعم. طالع من المنطقه باتجاه الخروج، يعني هو اصلا خارج من المنطقه. نعم. العجلتين بالبدايه. نعم. العجله اللاند كروز وراها العجله البي ام دبليو توقفت بهذا المكان خارج الكاميرا، والطفل توجه مباشر على السيارة قبل لا ينغلق الشارع. نعم. نعم. مشاهدين الكرام، مثل ما شفتوا هاي الطريقة اللي شرحها سيادة المقدم مدير استخبارات اللواء الرابع، وشفنا الطريقة اللي اختفى بها الطفل، ومن خلال هاي الكاميرا استدلوا على الطريقة بحذافيرها. راح نكمل وياكم كشف الدلالة لكن بعد هذا الفاصل القصير. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام للعملية الثانية اللي قاموا بها المتهمين محمد وحسن اللي هو رئيس العصابة باختطاف الطفل محمد كرار من منطقة حي الأمانة. هاي المنطقة السكانية الآهلة بالسكان، منطقة جدا شعبية، دائما شوارعها ما تخلى من البشر، من الأطفال. تشوفون مثل راح نعرض لكم بعد تفاصيل
كشف الدلالة طريقة خروج الطفل محمد كرار من الدار وتوجهه إلى أيضا إلى الأسواق، ومن ثم تم اختطافه. هنا شلون خططتوا بأنه تختطفون هذا الطفل؟ جينا حسن. أنا على الشارع صوتك. أنا على الشارع واقف. لا أنت قبل لا توقف على الشارع أنت فتت منه. لا بس بالعملية ما الاختطاف ما موجود. طبينا أنا هو طبوا بالسيارة اليوم ما طبيت وراهم. زين. واللي بالأخير أنا طلعت من ذاك الشارع. زين. هم رجعوا بنفس الشارع. زين. طلعوا على الشارع. ليش اختاريت هذا الشارع بالذات؟ لا ما اختاريت، اختار المنطقة مش الشارع. زين. لا بس أكو اتضح من خلال التصوير من اللي عرضته إن كاميرات المراقبة بأنه أكو فد شيء مقصود بهاي العملية. كثرة الجهال بالشارع هم راجعين عليه. كثرة الجهال بالشارع هم راجعين على الشارع. زين. اختاريتوا محمد كرار منها عشوائيا لو كان منتقى، يعني مختارين الهدف بأنه أنتم محددين هذا الطفل. لا هم شارين عشوائيا، ما محددين، ما عدل شلتوا عشوائيا. نعم. زين. منو وياكم كان بعد؟ عباس وثار. عباس وين كان؟ عباس نفس الفرع ونزل. كم مرة فتت من هذا الفرع؟ مرتين. مرتين. بالمرة الأولى منو كانوا وياك؟ عباس. بالسيارة؟ نعم. والمرة الثانية حسن قدامنا هنا وراء. بالمرة الأولى؟ اي. منو كانوا وياك؟ عباس. يعني مو وحدك بالسيارة؟ لا. زين. اكو واحد كان يتمشى. هو عباس نزل نفس الفرع تمشى. مو؟ اي. منو اللي كان يتمشى سيارة المقدم؟ عباس. عباس. اللي هو أخو حسن. اللي كان صاعد أيضاً. اللي كان صاعد من السيارة. لأنه كانوا ثلاثتهم بالسيارة. نعم. حسن وعباس وثار. نعم. مو محمد؟ نعم سيدي. ثلاثتهم بالسيارة البيئة. نعم سيدي. كانوا يستقلون عجلتين، عجلة نوع لاند كروز. نعم. اللي كان يستقلها حسن. نعم. وزوجتك وابنها صحيح؟ صحيح. اللي هي رشا ومصطفى، والعجلة الثانية كانت النوع البي ام دبليو اللي كان يستقلها محمد. نعم. وثار وعباس. نعم. عباس ترجل من العجلة فتابعنا الشاشات مال المراقبة والكاميرات. نعم. اتضح بأنه كان هو مقابل البيت بالضبط، يعني مركز عنده في نقطة دلالة أو هدف معين، مركز نقطة دلالة وأكو اتصال. نعم. وصل إلى هذا المكان بعدين رد رجع. الكاميرات شنو اللي تشرحها؟ تشرح بانه مرت العجلتين، العجل اللاند كروز والعجل البي ام دبليو. نعم. عجل اللاند كروز طلعت من المكان، رجعت ثاني مره العجل البي ام اللي كان يستقلها محمد. نعم. ويا ثائر، لانه عباس نزل كان مترجل من السياره. نعم. طلع الطفل من البيت باتجاه هذا المحل. هذا المحل كان بوقتها مسدود. نعم. اتجه الى الباب، توقف، بعدين العجلة جت رجعت من هذا المكان. هذا الطريق كان مفتوح سابق. نعم. ما كان مغلق، فمفترين من الشارع الثاني وداخلين من نفس المكان. العجلة توقفت بهذا المكان بالتحديد. نعم. أخذت قسم من عندها الكاميرا. نعم. الطفل وقف بهذا المكان، فمن اللي صاحه؟ نعم سيدا أنت صح. صحت له شنو؟ تعمو ذاك الرجال. هل صوتك؟ تعمو ذاك الرجال يريدك يا رجال. لا حسن، حسن بالأكبرك يعني باشر يعني يشوفنا ونشوفه. زين. اي بسيارة مونيكا. زين. اي. ناشي الطفل وطلع بي. حسن طلع قدامنا. اي ورعنا صار. زين. عبرنا النفق مع المظفر. عرفنا عبرنا النفق مع المظفر. نعم. مسافة عن المركز. سيطرة الدخولية مع السيارة حمل. وقفنا نزل حسن. ايضا فلع. صارت العملية مثل العملية الاولى اللي نعم تم بها خطأ. نعم. ورشاط. زين. وين اخذت حسن؟ نفس المكان بسبب نفس المكان. من كانوا وياك؟ هو مصطفى. ومصطفى مصطفى؟ مصطفى اللي هي شو اسمها؟ رشا. رشا شنو؟ رشا حبيبي. وبعد؟ ومصطفى. ومصطفى. اخذت الطفل على طريق النهروان. على طريق النهروان بنفس المكان اللي تقداد دائما به الضحية صح؟ زين. شنو كانت غايتك من اختطاف هذا الطفل؟ لجل المادة. علي لي صوتك. لجل المادة. لجل المادة يعني شنو؟ يعني عندك مثلا معلومه سابقه بانه اهله متمكنين ماديا حتى تختار هاي الطفل بالذات؟ ما اعرف حتى الا من الاجابه شفته، يعني ما شفت الطفل ولا حددت ولا الاعلام. هذا سيدي. اكو هنا عمليه بالتكرار بالمرور بهذا الشارع، واكو عمليه مراقبه لهذا الدار بالتحديد. كانت عندكم فد معلومات مسبقه؟ ما جاي قبل هذا. ما جاي قبل. لا لا. زين. اخذت الطفل، شلون سيطرت عليه بالبيت؟ حب مال الارنب. وبعد من كان ينطي هذا الحبوب؟ هي المصطفى. المصطفى
ايش قد تنطوا الجرع يعني؟ ما اعرف ما ليش اكذب عليك، ما اعرف يعني، انا ما من طيبين. زين هسه احنا جبناكم اليوم ككادر برنامج الكاشف والقوات الامنيه المتمثله بشعبه استخبارات اللواء الرابع بقياده المقدم، جبناكم المكان الحادث ونفس المكان اللي اخذتوا به الطفل، راح نواجهكم باهل هذا الطفل وبالطفل نفسه. وين نعم تعال السلام عليكم. شلونكم اغاثه؟ احنا يمكن وقتنا متاخر وازعجناكم بهذا الوقت، بس احنا هذا عملنا الدؤوب مع القوات الامنيه، احنا ايد بايد ان شاء الله من خلالها القوات الامنيه ومنظومه الاستخبارات القت القبض على المتهمين باختطاف حفيدك ربي يحفظه محمد كرار، الله يحفظه ان شاء الله. ذولا قدامك شو تحب تقول لهم وشنو توجه لهم؟ هذا حسن. زين حسن الله يسامحك. ليش حسن؟ ليش شو مسوي كان؟ والله ما اعرف. جل متر ليش تاذيني؟ والله ما اعرفك يا ابو 19 يوم حسن. والله ما اعرف. اسمع اسمعني، 19 يوم من المرار، 19 يوم من الالم، 19 يوم من الاذيه، يوم تقص معدتي، يوم تقص اذني، يوم سبيعه بالبتاوي. هاي من خلال المساومه؟ نعم مساومات. نعم. يوم يجي لي روح القاب الزباله، اسمعوا هاي رجعنا اسمعوا. نعم. انا استحي اروح اشوف الزباله. نعم. استحي لان انا اعقو منه، لان انا قلت له كلمه خل كذنك تسمعها، هو يسمعني. نعم. قلت له باوع هذا الطفل خرج من ذمتي. نعم. بس دخل ذمه الله. ولا انت ولا عشيرتك اقوى من الله، وبالفعل. ونعم بالله. هذا اللي صار، فكان شو يقول؟ مره المرات قال لي اطلع تلقاه بالزباله. زين. اقسم بالله استحي، استحي اروح للزباله، لان هو جبان ممكن يوصل المستوى. زين. فطلعت. طلعت شلون؟ مش امشي مثل خجلان ابو عبد نصعين، اكو شيء بالزباله؟ لو ماكو. نعم. طبعا والله ما اجى ابني وجبت ابني. نعم. فاسلم رحت العمه، سويت عمليه قلبي ثلاث شرايين. نعم. من وراها بحس. ايش قد استمرت ايام المساومه؟ بالضبط. بالضبط. بعد ثلاث ايام هو اتصل بي. زين. طلب منك مبلغ ايش قد؟ اول مره يراد مني 10 شدات. نعم. والنوب وراها بدا يتنازل، انا ما اعطيك، قلت ما اعطيك. نعم. واوصي كل الناس خلي يسمعوني. نعم. اجمل منهم ماكو. نعم. بس يضعفون. انا عملت هو هذا هو. عملت انا الخاطب هو المخطوف. نعم. مره من المرات طلبني 104 مره دق، هذا اسمعني هو. نعم. ما جاوبت. لما قال لي انت ما عندك رصيد؟ قلت له لا، على التليفون الفاتوره، بس انا ما محتاجك، انت محتاجني. زين. طبعا وعدته. قلت لازم اقاضيك يوم من الايام، لازم توقف قبالي وتقاضى، وهي حاله الاعضاء. نعم. بفضل هذول الابطال. نعم، الحمد لله وشكرا. نحمد الله وشكرا. الحمد لله وشكرا. فاخر شيء وصلت حد دفتر واحد، هو يسميه دفتر 10000 دولار. نعم. رحت سلمته وصار اللي صار وجبت منهم ثاني يوم. ثلاث ايام الاولى ما خبرني. نعم. وبعد ما عرفت يومين، لان جبته من كبيرهم. نعم. بعد ما عرفت يومين يلا جبته. زين عرفت الطفل وين هم اقتادوا المكان ثاني من بعد ما انقتل اخوه حسن هو ومصطفى اللي هو بن زوجته. حجي انا شيء دائما يملا من الوطني. نعم. هواي ساعدوني حقيقه. نعم. مشكورين جزاهم الله خير الجزاء. والناس عندهم اجهزه ومسيطرين. نعم. فتعرف وين يتحرك، يعني مثلا مره من المرات ورا هذا الجامع اللي وراه. نعم. اتصل بيه. مره من المرات اكو حسينيه يمهم. نعم. اتصل من بابها. نعم. هم اتصل بيه. طبعا بالمناسبه خلاني شكيت بناس. لان من بابهم اتصل وكانه من بيته اتصل. نعم. لا عرفت بالفتره الاخيره وين اخذ الطفل؟ لا. ما عرفت. لا ما عرفت. وين اخذته حسن؟ الاولاد مسلم. الاولاد مسلم بن عقيل عليه السلام. نعم. اخذ هذا الطفل عمو هناك راح كان يسوي لك. طبعا مشاهدينا الكرام هذا الطفل محمد كرار اللي تم اختطافه من هذا الباب ومن هذا الشارع. بس اذا وصل الجامع كل قاطع. نعم تفضل. هذا بعد ما جابوه كانوا يطحبوه. انا هسه شرح لنا منو منوم اللي هي فاليوم وينطو شراب على ضوءها. نعم. على ضوءها من اجى انفجر. نعم. عنده المصالح على البطنه. نعم. لما وديت مدينه الطب سويت عمليات ثلاثه. نعم. طلع بطنه خايسه كلها خراج. نعم. شهر كامل انا بمستشفى والله ما جبت منه. نعم. وهاي العمليات شوفوها بعد يعني مرات والله سبحانه وتعالى شفيه حياه مره ذا. هذا استاذ حسن يدي فلوس يسوي الفلوس معه. نعم. زين خلنا نسال حمودي شلونك حبيبي؟ زين سلم على عمو. انت سبع انت بطل لا تخاف مو صح؟ انت مو بطل؟ منو هذا جدو؟ حبيت؟
احكي احكي اسمع صوتك. ايه ايه تحبه زين. تعرفهم اللي اخذوك؟ لا ما تعرفهم. هذا تعرفه من وين؟ لا بجيك معك زين. هذا الآلة الثاني تعرفه من وين؟ هذا من اللي اخذك؟ من اللي اخذك؟ من هو؟ من هو؟ هذا؟ ايه هذا اللي هو محمد. ايه هذا اللي اخذك ايش قال لك؟ قال لك تعال عمو؟ انت رحت. طبعا مشاهدينا الكرام هذا الطفل متمتع باجتماعية كلش قوية جدا، علمه بانه على اصولنا ومكارم الاخلاق وكيفية استقبال الضيف، فما عنده مثلا احد يستغرب من عنده او فد شيء، ياهل يجي يتلقاه. وهاي شيمتنا وهاي عزيمتنا احنا العراقيين طبعا، نتلقى الضيف حتى اذا كان غريب وما نعرفه. فلذلك هم من صاحوا قالوا له تعال عمو، راح لهم بسبيل بانه احتمال يصافحهم او يسلم عليهم، فاتضح بانه لا اخذوه بالسياره وخلوه وصار اللي صار. انت اليوم شنو هناك ينطوك؟ ينطوك اكل؟ لا. زين شو ينطوك؟ ينطوك دواء؟ لا ولا دواء، بس حبوب. حبوب ينطوك؟ من ينطيك الحبوب؟ خاله. خاله؟ لا تبكي. شو انت لا تبكي. ايه زين. وبعدين شو يصير بك؟ تنام ما تدري؟ ايه الخاله اللي يحكي عليها محمد كرار اللي هي المتهمه رشا حبيب زوجة حسن المتهم حسن. زين بعدها وين رحتوا؟ كان انت من كنت يخلوك بالسياره انت نايم ما تدري؟ قاعد. قاعد بقيت قاعد. زين هم يقولوا لك اسكت لا تحكي؟ لا يقولوا لك. وبعد ما سكتوني شو تسوي؟ ما تسكت ظل تصيح تبكي؟ تريد بابا وتريد ماما تريد جدو؟ والجد اريد جدو. انت واقف شلون تعمل؟ شو تسوي مراتك؟ شو يعطون مراتك يجي؟ مسدس. مسدس؟ وش يقول لك؟ خليه هيك براسك المسدس؟ شلون شلون يخليه؟ يقول له اسكت. من هو من هو هذا؟ لا غير ولد. غير ولد. ما اسمه. يخلي المسدس براسك. زين هسه هذا قدامك شو تسوي له؟ شو تسوي له؟ شو تسوي له بابا؟ لا. لا هذا ما كتب، بس هذا الباقي. هذا من هو؟ هذا الحمد. شو تسوي له؟ شو تسوي له؟ تعال اكتب. لا تعال. لا تعال خلنا نشيل خلنا. شو تسوي له؟ لا لا خلي خلي هو على طول اريد. يلا يلا. شو تسوي له؟ يلا لا تخاف لا تخاف انا. يلا يلا يلا. والله جبان. يلا يلا. لا لا مو جبان هو. لا 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 لا. لا تخاف. خلنا. يلا حبيبي. مشاهدينا الكرام طبعا هذا الطفل العراقي بما انه صار به ما صار ما يتجرأ بانه يمد على ايده على اللي فعل به ما فعل وسوى ما سوى وجرأها انترست بطنه عمليات وشفتوا انتم بام عيونكم بانه صار بهذا الطفل وللساعه يخاف طبعا ما يطلع. نعم يطلع برا حقه يوديه المدرسه ما يخبره حقه يخاف يخاف. زين اكو هنا قضيه كلش مهمه. انت تداركت سمعنا بانه انت تداركت الموقف بالبيت طيله فتره اختطافه. نعم. وما حد عنده علم بالبيت كله. نعم نعم. ايش كنت تقول لهم؟ كنت اقول لهم انا بالبدايه كنت مضاعف. زين. اخر شيء قلت لهم على الموضوع موضوع عداوه مو موضوع. زين. لو خطف كان طفوا بي. نعم. فمع هذا قلت لهم بالنتيجه بالاخير احنا راح نوصل بالنتيجه. نعم. فاهدوا وخلوا عينكم على الله. ونعم. والناس سكتوا، طبعا هذا والد ابني. نعم. سكت الرجل وكلهم سكتوا. نعم. امه تاذت اكثر واحد فيني. نعم. يعني صارت بين حياه وموت. الى ان رحت هم ما حد يعرف عليك. نعم. طلعت بسيارتي ورحت. شلون قدرت تتمالك اعصابك وتدارك الموقف يعني؟ لازم لازم. شنو كان الهدف ببالك؟ الهدف ببالي انه اذا كان اكو علاس ما يعرف شنو الموضوع. زين. اي ف كنت بس انا اتحمل الامر. نعم. والله طال عزيمه. ونعم بالله. الله طال عزيمه. ونعم بالله. هسه هم قدامك اثنينهم. شو تحب تقول لهم؟ قل لهم انت وجه لهم كلمه. تعال حبيبي. حسن. حسن. بس كلمه قلت لك اياها. قلت لك الاقيك ولا ما قلت لك؟ قلت لك اقاضيك ولا ما قلت لك؟ قلت لك حتى قاضيتك. شوف ايش اسوي انا بالنسبه لي هاي كل شيء ما عندي انا بالنسبه لي ما قتلت ودالي بخاف على عبالك اتبعك لو ما اتبعك انا ولا اروح ليلك خاف على عبالك هم الناس الدور فصلوا الدور مش هم انه انا انت ودالي بس انت لو باقي بالشارع تاذي الناس انت ما عندك هالقضيه تعودت فلوس تاخذها براحة اما انت محمد محمد انت جارنا ومنطقتنا وخش ولد واهلك جارنا واهل الشيوخ هذا الشيوخ هو قل له قل له عندك انت بنات وعندك ولد عندك ولد وعندك بنات وعندك يعني خلينا نعكس الموقف عليه شنو راح لا سابق هذا تبعنا تبعنا رقمه رقمه باسم امه نعم رقمه باسم امه
يعني لو ملك القبض على امه شو يقولوا؟ لا هو اصلا فكك عائلته واسرته ناسه قرايبه كلهم يدورون الناس يدورون على الكسب المشرعي. وهاي نهايه كل واحد يدور كسب مبلغ مادي ويدور الماديات ويحب يصعد على كتاف الاخرين مو بتعب ولا بشقاء ولا بعرق جبين اللي هو يقدر يجيب بيه لقمه حلال لاهله. هاي نهايته وعواقبها وخيمه. طبعا العيون الساهره ابطالنا وين ما يكونون، الرجال الاشداء الاشاوس الابطال، رجالنا رجال قوى الامن الداخلي وخصوصا رجال منظومه شعبه استخبارات اللواء الرابع، كانوا دائما مرافقين الحدث خطوه بخطوه حتى يلقون القبض على الجنات، والحمد لله والشكر تم القاء القبض عليهم وهذا اللي صار. ومثل ما تشوفون حمودي رجع لاهله، وان شاء الله يا ربي حمودي يكبر ويتزوج واحنا الممنونين. الله يبارك بعمرك. تسلم. احنا نحب توجه كلمه القوات الامنيه اللي كانت مآزره الموقف، هذول الابطال، هذول اللي سهروا واللي تعبوا واللي جاهدوا وناضلوا في سبيل يأمنون بيتك وعائلتك ودارك. مثل ما انت عراقي هواي عراقيين، احنا موجودين بكل مكان كل بقاع هذا البلد الحبيب، نحب انه يكونون مرتاحين ومؤمنين ببيوتهم وينامون رغد. ربي يحفظهم وينصرهم، غيرها ما اقول. ان شاء الله ربي يحفظهم وينصرهم ان شاء الله. حق هو الحسين ان شاء الله. تحية إجلال وتقدير لكل فرد من أفراد الشرطة الاتحادية المتمثلة بالسيد مدير شعبة استخبارات اللواء الرابع، وكل تحايا مقدمها إلى كل فرد في الشرطة الاتحادية من ضباط ومنتسبين. مثل ما شفتوا اليوم مجريات الحلقة، انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج الكاش.